بعد أن بدأت الأزمة المالية التي يعاني منها الرجاء البيضاوي تنقشع، فوجئت جماهير الفريق بخبر صاعق بعد تقديم محمد فاخر استقالته من على رأس الإدارة التقنية للنسور الخضر. وضع سارع معه النادي الأخضر إلى الإعلان عن تشكيل لجنة لمجالسة فاخر من أجل مناقشة حيثية الاستقالة التي توصلت بها إدارة النادي. محمد فاخر صبر بما فيه الكفاية، خصوصا بالنسبة للمشكل المادي اللي هو حديث الساعة وحديث الموسم وحديث خلال هذا الموسم هذا بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي، أي ما استطعوش لا المسيرين لا رئيس النادي إيجاد حل. مصائب الرجاء لا تأتي فرادى، فاستقالة فاخر لم تكن الصدمة الوحيدة لجماهير الرجاء التي تلقت أيضا خبر إعلان الإدارة رسميا إلغاء الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس جديد خلفا لسعيد حسبان. السبب انجلاء غيوم الأزمة المالية التي خيمت على سماء الرجاء منذ أشهر طويلة. بالنسبة المشاحنات الداخلية راه مخصهاش تكون بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي، أما بالنسبة لاستقالة فاخر فمن حقه أنه يستقل. نتمناو جميع المكونات ديالو يتجمعوا ويلقاو شي حل، يتفقوا ويلقاو شي حل لهذ المشاكل اللي كيعاني منها باش يرجع كما كان. قرار إلغاء الجلسة الاستثنائية للنادي شكل مفاجأة للكثير من أنصار الرجاء البيضاوي، لتأتي الصدمة الأكبر بالاستقالة المفاجئة للمدير الفني محمد فاخر الذي قاد باقتدار سفينة الرجاء في أحلك الظروف ليحتل معه المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي الممتاز.